الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله المتحدثين خير الجزاء. فلقد انتشر الشرك في هذه البلاد، ومثل هذا لا يجوز معه إلا هذه الجرأة. لو لم يتكلم به عليه بمثل هذه الجرأة لا يندثر هذا الشرك أبدا. فأنا أريد أن أسأل سؤالا، وقبل يومين من هذا المسجد يعني وجدنا أحد الصوفية، شاب صوفي، يتناقش مع أحد أخواننا في هذا المكان، ومشينا معه من هنا ماشيين على الباب الجامعية. بعدين الصوفي يتناقش في مسألة أن الخلق يتفرد به الله سبحانه وتعالى، بأنه لا خالق إلا الله. فهو قال لنا يا أخي غير الله ممكن يخلق، غير الله عديل ممكن يخلق من هذا المنبر والله الذي لا إله غيره من المسجد ده. قال لنا غير الله بيخلق. قلنا لا أخي، دليلك شنو أنه غير الله بيخلق؟ أولا كده جاب الدليل حق عيسى عليه السلام، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، المهم الآية المعروفة. قال الآية دي النسبة فيها الله سبحانه وتعالى نسب الخلق إلى عيسى، أن عيسى بيحيي الموتى، فلذلك ممكن غير الله يخلق بنص هذه الآية. في بعد أخونا قال له يا زول الله سبحانه وتعالى دي معجزة حقت أنبياء ما بتقدر تقيس عليها، ودي الله سبحانه وتعالى نسبها لعيسى تكريما له. قال له النسبة هنا نسبة مجازية، وفي القرآن في مجاز. السؤال اللي أريد أن أطرحه، ما هو الرد على هذه الشبهة؟ والشيء الثاني، هل في القرآن في مجاز ولا ما في مجاز؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخ على الأسئلة المهمة، وكذلك على مناقشته للصوفي، وكذلك أحمد الله تبارك وتعالى، أحمد الله عز وجل على إنه الطالب في جامعة أم درمان الإسلامية صار الآن على وعي تام ومعرفة كاملة بخطر التصوف، وإنه الشباب وطلاب الجامعة بقوا بينفسهم براهم يناقشوا أي صوفي ويردوا على الباطل بتاعه، ودي نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. وطلاب جامعة أم درمان الإسلامية هم أهل لهذا، لأنه دي جامعة بتدرس الدين وبتعلم الإسلام. ولو لم يكن طالب أم درمان الإسلامية قادرا على مناقشة شبهات الصوفي فيبقى على البلد السلام. فالحمد لله كون الطلاب يتولوا الرد على الصوفية برام دي نعمة كبيرة والحمد لله. أما بالنسبة لشبهات الصوفي ده اللي قاله، أنتوا خلال كلامكم رديتوا عليها كونه يقول في غير الله بيخلق، دي معارضة صريحة للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الآية دي دار زيادة تاني، هل من خالق يرزق غير الله سبحانه وتعالى؟ ماف، الإجابة ماف، خالق مع الله تبارك وتعالى. بل اللي بيقول إنه في أحد بيخلق مع الله ده بلغ مرحلة من الكفر والشرك تجاوزت المرحلة اللي كان عليه أبو لهب واستحق جهنم، واللي كان عليه أبو جهل واستحق جهنم ودخلها، ديل اتجاوزوه وفاتوا أبعد منها. لأنه أبو لهب لو سألته كما حكى القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طيب يا أخواننا، إذا كان واحد بيفشل
فيما نجح فيه أبو لهب ويفشل فيما نجح فيه أبو جهل. ده تسموه شنو تاني؟ ده يسموه شنو؟ ده مشرك تربيع ولا تكعيب؟ تدي ثلاثة فوق. مشرك تكعيب ما ممكن. ودي مسألة أبجدية، دي بدهيات الإسلام، دي أبجديات الدين. لو سألت طفل صغير عمره 7 سنوات قلت له اللي خلق السماء والأرض والخلق كتة وخلق أمك منو، بيقول لك الله. دي ما دايرة نقاش كثير، لكن الصوفي جاي دار يثبت إنه في خالق والخالق ده منو؟ ده شيخه. يا أخي عليك الله، نحن لو رضينا وخالفنا ديننا وخالفنا عقيدتنا ورضينا بأنه في خالق مع الله وآمنا بذلك الكفر، لو آمنا به جدلا، نؤمن بأنه الخالق سوداني شيخ فكي؟ يا خليك من انت تخلق زول، يا أخي زول ده ما بتقدر عليه. كده انت كسوداني سوي لك سايح حاجة تنفعنا، أخلق موبايل بجوز، إبرة بتقدر تجدها يا شيخ الفقي؟ جد إبرة ما بقدر. يا ناس نحن لا سيلة عربية العلب بتاعت العلب الصلصة زمان ديك بيقدروا بتقطقوها لك في البلد دي، لكن ما قادر انت لليوم اللي علينا ده تسوي لك سفنجة شحاطة ما قادر تسويها. تقول لي ويخلق الشيخ ويخلق زول وين يا الله هديك؟ وين يا أخي زول انت بتلعب؟ ربنا سبحانه وتعالى تحدى في القرآن، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. خليك من زول بني آدم يفهم ويعقل، ضبانا يا الوسخانة دي، الضبانة اللي بترمرم واقعة من الحمام خشت في الزبالة لوين؟ ضبانا ما تقدر تخلق أنت. تقول أنا أخلق بني آدم كائن حي؟ فده من الباطل. أما الآية اللي استدل بها، الآية حق لكن هو ما يفهم. عيسى بن مريم عليه السلام ما قال أنا أخلق كخلق الله أبدا، قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. انتبه، ما قال بيخلق شنو؟ طيرة، لا، يخلق كهيئة الطير، ويخلق كما قال المفسرون كالطبري وغيره، قالوا أخلق بمعنى أصور، يعني من الطين بيعمل شكلها زي شنو؟ زي الطيرة. قال فأنفخ فيه، بيبقى طير بيتين، فيكون طيرا بإذن الله. سؤال موجه للصوفي، نحن عندنا في القرآن ثبت إنه عيسى بن مريم ربنا أعطاه الإذن إنه ينفخ ويكون الطين ده طير. هل عندك إذن من الله يا صوفي تقدر تنفخ انت؟ وين الإذن بتاعك من الله؟ مع عيسى ابن مريم قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني في إذن من ربنا إنه يبقى طير. طيب انت يا صوفي وين الإذن بتاعك؟ وين؟ ما في إذن، لخبطة بتاع الصوفي. كونه يجي يقول ده مجاز والقرآن فيه مجاز، هذه من البدع اللي أدخلوه الصوفية في القرآن وفي السنة عشان في النهاية يتمكنوا يتلاعبوا بنصوص الكتاب والسنة. لما تضغط الصوفي بأي آية بتبطل شركه والباطل بتاعه يقول لك ده مجازا يا مولانا، مجازا، لكن الفاعل حقيقة هو الله ومجازا الشيخ. أيوه يا صوفي. طيب أول حاجة، المجاز انت جبته من وين؟ هل في القرآن مجاز؟ الإجابة لا، ليس في القرآن مجاز، ولا تكلم الصحابة بالمجاز أبدا. ما بتلقى صحابي واحد يقول هذه الآية مجازا كذا وحقيقة كذا، ما في. ولا تكلم المعتمدون من علماء التابعين عن المجاز، إنما المجاز جاء بعد القرون الأولى المفضلة، ودي بدعة دخلت عن طريق الفلاسفة والمحرفين، جابوا قالوا في مجاز في القرآن، مجاز في السنة، بل الصحيح كما قال شيخ الإسلام لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. والبقرق له في ثانوي ده في النهاية لعبة في اللغة العربية ذاتها،
لعبة في اللغة العربية ذاتها. عشان داري مرروا الباطل بتاعهم، ما في مجاز مرسل ولا مجاز علاقته الكلية ولا مجاز علاقته الجزئية ولا علاقته المحلية، لا محلية ولا لجنة شعبية، ما في على اسمها مجاز في القرآن. وليس في اللغة العربية معنى أولي للكلمة ومعنى ثاني للكلمة، ما في. مش هم بيقول لك المعنى الأساسي والأصلي للكلمة الأسد الحيوان المفترس، ومعنى ثانوي للكلمة هي الرجل الشجاع، ما في معنى أولي ولا معنى ثانوي. ما في كلمة في اللغة العربية عندها معنى أصلي ومعنى مستعار، ما في. كل المعاني حقيقة، ولكن اللغة العربية يا إخواننا لغة عظيمة جدا، فأي كلمة من الكلمات تحتف بها من القرائن ما تفيد المعنى المعين للكلمة، ويفهم الكلمة في اللغة العربية بتفهم حسب السياق بتاعه. ما في حاجة اسمها ده معناه الأصلي كده ومعناه التالي كده، لا. العرب ما عندهم معنى نمرة واحد ومعنى نمرة اثنين في لغة العرب. فتش كتب العرب الأوائل، ما في معنى أول وثاني في سياق بتاع كلام. أديك مثال معين. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال في سورة الروم: ويوم تقوم الساعة، كلمة ساعة مش كده؟ ويوم تقوم الساعة معناها شنو؟ القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الثانية معناها شنو؟ الزمن. عرفتوا كيف انتم؟ سياق الكلام، حسب سياق الكلام معنى الكلمة يختلف من هنا وهناك حسب سياق الكلام. ودي اللي احنا بنقره في لغة العرب، واللي بتعرف العرب في لغتها، فليس هناك مجاز، هذا حقيقة وذاك مجاز، لأنه ده تلاعب. أوريك إنه تلاعب. ألا لو جيت قلت لي ده مجازا لكن الحقيقة كده، فتحت الباب ده أي آية أنت بتستدل بها على حاجة، أنا بقول لك دي مجازا. ممكن تقول يا رب أنا قال وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة حقيقة ولا مجازا؟ أي ده أعرف أنا ذاته مجازا، أقول لك دي مجازا. حقيقة ما تقيموا الصلاة، ما تقيموها، تقدر تمسك. إذا طلعت لها القرآن ده مجاز، معناها حيبقى الدين لعبة، لعبة. أي زول يجي يتلاعب بالدين كما يشاء، وبالتالي ليس في دين الإسلام مجاز، إنما كله حقيقة. بل القائلون بالمجاز قالوا يجوز نفي المجاز، يجوز شنو؟ تنفيه. لما يقول لك وجاء رجل، وجاء مثلا أو رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا على المنبر، يجوز في اللغة القائلين بالمجاز تقول ما رأيت أسدا في المنبر، يجوز تنفيه، لأنه اللي أثبته أثبت قال رأيت أسدا يقصد رجلا شجاعا، وإنت نفيته بتقصد شنو؟ ما في أسد، يعني الأسد عنده اثنين داك وعنده كرعين وأنياب وكده، أنت قاصد ما شفت أسد في المنبر. طيب هل بجوز أم في القرآن؟ بجوز. ربنا قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، بجوز أقول ما تسأل القرية؟ بجوز. بجوز أقول ما تسأل العير التي أقبلنا فيها؟ بجوز كده. ما بجوزنا في القرآن، ولذلك القرآن حق. قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ربنا بقول الحق ما بقول المجاز. طيب إذا كان في مجاز في القرآن، أنت يا دوب جيت فسرت لنا المجاز، يا دوب فسرت لنا يا صوفي، معقول القرآن مر على الناس في العهد النبوي وعهد التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة وأنت ماشي للليلة دي؟ القرآن ده فيه حاجات الناس ما فيهم إلا في ما الصوفية بتاعنا الليلة دي، والنبي ما ورانا لها، معناها دي خداع صح؟ هل في القرآن خداع؟ في القرآن في خداع؟ غش؟ ما في غش في القرآن، ما في خداع، فهمت؟ وعشان كده يبقى الشبهة بتاعتهم مجاز وما مجاز، ده كلام باطل، ما في أي مجاز. وأنتوا لو عندكم مجاز تعالوا أثبتوا لنا، وأي آية أنت بتستدل بها على أنه في مجاز جيبها لنا، بطلعها لك أنه ما في أي مجاز على حقيقتها، على حقيقة. جيب لك الآية طوالي: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يقول لك يا مولانا جدار يريد، الجدار ليس له إرادة، ليس له إرادة. يقول لك إذن لابد نقول مجازا الجدار يريد أن ينقض.
وحقيقة الجدار ليس له إرادة. لا لا، من قال لك الجدار عنده إرادة ذات وداير ينقطع. عجبك عجبك، ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة، يريد أن ينقطع. أنت قال الجدار ما عنده يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. هذه كيف؟ دارت أقول أيه برضو الجبل لا يحب، لا لا بحب. النبي قال لك بحبنا وبنحبه، هذه كيف؟ يا أخي ابن عباس قال إن في المدينة قال لحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به. حجر في الشارع بيجي ماشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر بيقول له السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد له السلام. كويس. ابن عباس قال انا بجي فيه براي، النبي صلى الله عليه وسلم ما معه، بيجي فيه براي ويسلم عليه والحجر ساكت ولا كلمه، يسلم على النبي بس. اها، ده رايك فيه شنو انت؟ حجر بيسلم بيسلم وبرد له السلام. الجذع اللي كان بيخطب عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وامراه من الانصار عندها غلام نجار صنع منبر جديد للنبي صلى الله عليه وسلم، زحوا الجذع وخدت المنبر الجديد وخطب عليه، قال فسمعنا للجذع أنينا كأنين الصبي بيبكي بيبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كيف؟ ده كيف يا صوفية يبكي؟ أصلا لو جبت الأصل ده للصوفية يقعد يتبكوا زاد، يقول لك الجذع حنا له ونحن بالمولد بنحن له. المولد بتاع شنو يا أخي؟ أنت موهوم في مخك. ده يدل على أن لهذا الجذع بأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر لله، الجذع ده حن للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بذلك، يحن له وأي حاجة ويبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الجمادات لما نسب لها شيء مما ينسب للإنسان نحن ما بنقول مجازا، نقول حقيقة حن. أيوة حن حقيقة، حن للنبي صلى الله عليه وسلم. جدارا يريد أن ينقض، حقيقة يريد أن ينقض وعنده إرادة يعلمها الله سبحانه وتعالى. شكلها كيف؟ يعلم الله تبارك وتعالى. إحنا ما عندنا قضية. طيب، في أسئلة هنا أنا بخليها للمشايخ ديل، لو في فرصة ثانية نفتح الفرصة للنقاش والأسئلة والمداخلات. يا أتون بينا كان في ثلاثة أنفار حزب أمة وفاتوا ذاته، شايف منهم واحدين جو وقفوا في المنبر دار استمتعوا شوية. أيوة استمتعوا، والمرة جات على احضروا قولوا بسم الله وقعدوا احضروا. وما في حزب الأمة، ما في حاجة يا أخوان، انتهى زمان الشغل ده ذاته. أنصار الله والله غالب والله أكبر ولله الحمد، ما في. اللي يقول لك الأميرة والأميرات والأحباب وكده، الأحباب الأميرة، وين الأميرة؟ ما في أمارة ذاته، الأمارة انتهت من سنة 70، ما في أمارة، ما في مهدي، ما المهدي المنتظر ذاته طلع ما هو المهدي المنتظر، كنتوا منتظرينه وفي النهاية طلع ما هو المنتظر، وأموركم بايظة، وجا الصادق المهدي وزمان أبوه جا بتعاليم وهو جا غيره كله كله غيره، قال لابد من مراجعة القرآن. رأيكم شنو؟ أعز بالأمة المهدي بتاعكم صادق المهدي قال لابد يراجعوا القرآن ده، القرآن ده قال فيه كلام يتكلم عن المرأة والميراث بتاع المرأة، قال لابد من مراجعة آيات الميراث. رأيكم شنو في الكلام ده؟ يراجعوها ولا كيف؟ ده كله كلام فارغ يا أولاد، هو يخلوا الشغلات اللي بيسووا فيها دي. الشعب السوداني ذاته ما فاضل لحزب أمة تاني، وتاني جماعة يجوا بطاقية مقنبرة ليه فوق يا ناس؟ يا إخوانا احنا ما فاضل لكلام زي ده. الآن الشعب السوداني مقبل على الكتاب والسنة، ده اللي بنفهمه نحن. الناس دي دار كتاب وسنة. السيد الرئيس ذاته حفظه الله تعالى ورعاه، جاء وفد كده بتاع دراويش جو في النهاية قال لهم مرجعية السودان الكتاب والسنة. ما دول لا نوبة لا دلقان لا طاقية مقرين واحد ولا مقرينين، ده كل دي عهود كلها. انتوا لقيتوا الشعب السوداني في فترة ومرحلة من المراحل الشعب ذاته ما عارف راسه من قعره، فهمت؟ والشغله جايطه وتعليم ما في وثقافه ما في، ولقيتوا البلد فارين فيها براكم. يجي واحد زمان على الاقل اقرا الكتب بتاعت الصادق المهدي واقرا الكتب بتاعت لا بتاعنا الليل ناس حزب الامه، التعاليم الدينيه بتاعتهم زمان يغشوهم البتاع الخليفه ذاته بتلقى شايل شطه في جيبه، اقرا الكتب الناس ما عارفين شايل شطه في جيبه، يجي يتكلم عن الدين بعد شويه داخل يا ابو ويقول عينه كده ويبكي، الجماعه يبكوا معاه ورسوهم يقول لهم نمشي النضال.
ونمشي نقاتل. خموا الناس بشعارات دينية وما في دين، شعارات دينية ودين ما في، منشورات المهدي يا أخي طلع لهم الصعود ده أكبر منكر على وجه الأرض، تسيب صعود عشان تعرف قلب موازين الدين ذاته يا ناس، أكبر منكر الشرك بالله ده. قال لهم وأيما جمل قال حملة باكا فلحم الجمل حرام، يا ناس ده وين الجمل ده حرموا شنو هسه؟ ما شاء الله تنباك في ظهره هو عارف حاجة؟ الجمل ده رفعت فيه تنباك، رفعت بنقو فهمت، رفعت فيه مصاحف فوق وما جاب لك خبر، الجمل سببه شنو؟ لكن قال لك تعرف والأرض التي ألقي فيها التنباك، أقرأ منشورات المعهد لأبو سليم، الأرض التي ألقي فيها التنباك حتى لو صفيت وبزغته بيجوا بيشيلوا التراب ده كله بيشيلوا برا بيدعوا بيها تنباكو، والأرض ما بيسكنوا فيها تاني. ده شنو ده هسه؟ ده هسه الدين ده ترجعونا له؟ حربي على التنباك شعواء ودروس على التنباك، التنباك حرام احنا عارفينه لكن ما قدر ده، ما قدر ده يا اخواننا حربي على التنباك. وفي نفس الوقت في منكرات تانية قاعدة، جا سووا ميدان خليفة بجاي قال بيقروا في الراتب بتاع المهدي، الراتب ده جبته من وين؟ وين في القرآن؟ في راتب في القرآن؟ في السنة لقاك راتب بتاع مهدي؟ والمهدي ده المهدي اللي رسله الله يا هو، هو المهدي اللي بيجي في آخر الزمان؟ ما يا هو يا ناس، ما ياهو المهدي ده ذاته عنده افكار شيعيه، بيتفق معاكم فيها عمك العجوز البجاي ده، ده الشغله بتاعتهم متفقين معاهم، عشان كده شايف الليله جو مع بعض، ما عارف جه اتفاقا ولا ما اتفاقا يا انا. وحزب الامه هسه احنا لو دايرين ذاته، لو رضينا بحزب الامه يا تفون جناح الصادق المهدي، جناح الصادق الهادي، جناح منو، هم بجاي المحل بتاعهم جنب الدايات، جنب مستشفى الدايات هنا، ده كله يوم بلدون حزب جديد جنب مستشفى الدايات، الولاده مدرمان ما شفتوه؟ ده احنا الراجلين يا اولاد، ما تضيعوا زمنكم، ما تضيعوا زمنكم، ما في دول فاضلين لحزب امه ولا في دول شغال بوجه جبهه، لموا فيكم ولا فرتقوكم فرتقه، قدر ما يتلموا نفرين يخش جبهه في النص يقسمون، قسمون تك ما خلوا لكم ذاته ست انفار عشان تتونسوا، وانا ساي ما خلوا لكم، وعمامك القدام ديالك بس عوضوا الطاقيه دي، اكان شالوها مقرين دي ثاني ما عندكم ولا شيء. بقي لحزب الأمة الطاقية الزي الغطاية بتاعت الريحة ديك شفتها؟ والله الكيزان ده الفضل يشيلوا طاقيتكم دي، والعوبان لعبة زمان ديك كده ديك بس، ما في أي حاجة تانية يا ناس، ما تضيعوا زمان عشان ما تشتغلوا بي جاي، عملتوا لنا إزعاج ساي ستة أنفار بهني، وديل قال عشان تتخيل، تعرف إبليس ده غش الأمة دي، إبليس ده لو دارت تعرفوا إبليس ده غش الناس كيف؟ شو عاين ليدل؟ ديل قالوا دايرين يمسكوا العالم الاسلامي والسودان يبقى ولايه من الولايات، السيدي مش احلام زلوط اللي بيتكلم عنها ذاتك يا اخي، انت ما قادر تمسك لجنه شعبيه حتى الان يا حزب التحرير، نحن الان نوقف من برندا ونديكم فرصه تجوا تورونا الولايه، مش ولايه السودان، عندكم لجنه شعبيه في البلد دي؟ زول يا اخواننا ما عنده لجنه شعبيه، داير يحول السودان، يعني لو اديتنا السودان ما بيرضوا به، لا لا هم دايرين العالم الاسلامي والسودان يبقى ولايه، دول واحد من الشاكين اللي جاي ديل كله بيج جيم تشونغ تشونغ بتاع هناك كوريا ذاك، ده برضه داير يتبعوا لهم، قالوا ده يكون ولايه ورافد من روافدهم هم، بالله دي ما احلام زلوط ذاتك مش ياها؟ وما تقدر تجيبه كيف؟ نحن قلنا اصل الفكره ذاتها نحن ما عندنا مشكله معاه، كونك انت داير تستلم العالم الاسلامي كله ويكون كل الاسلام تحت إمارة خليفة واحد وإمام واحد لجميع المسلمين، ما في مشكلة، فكرة سمحة جدا تمام، ونحن ذاته دايرينها، لكن انت بتجيبها كيف؟ كيف؟ كيف تأتي بالخلافة الإسلامية؟ ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشرط شنو؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقق التوحيد ربنا بحقق لك الاستخلاف، ده الموضوع كله، لكن انت ده الاستخلاف بدون توحيد بشرك، تلم الأمة كلنا مع بعض ولا بد نجتمع ونخرج ثورة ونشيل الكيزان، ده تجيب منه وده تعمل شنو بالضبط؟ يا أولاد ما تضيعوا زمنكم عليك الله، وثاني ما تعمل لنا إزعاج بجاي. طيب في اسئله هنا، لا خلي الشيخ مزمل
تجاوب عليها. شيخ شهاب موجود برضه شايل الكتاب بتاع مدير الجامعة زمان، مدير الجامعة هنا ده يتكلم عن المدير ده. تعال يا شيخ شهاب ورينا الحاصل على المدير ده شنو. ده مدير كان بتاع جامعتكم هنا حسن الفاتح قريب الله، كاتب لك كتاب بلوى بلوى. فاتفضل يا شيخ شهاب خليها لذيذة، ورينا الكتاب ده بس.